السلطة تتعنت ياك في هذا الاستغلال للغاز الصخري حاليا. على بالك السلطة هذه شغل واحد اللي مريض الكونسير اللي اتنت دان كونسير ميتاستازي واش راهي تزيد كاع زيادة. دونك ايل سون فو دو لافونير دو نوتا دو فيتور جينيراسيون. واليوم في عين صالح نوجه لهم نداء حذاري حذاري ما تملوش هذه السلطة. السلطة هذه فاسدة. شكون انت اللي تهضر مع الشعب؟ انا شعبي انا شعبي انا جوش كريديبل عليك. واش تمثل؟ انا نتايا ما عنديش 40 مليون ما تقدرش تهضر. واش تمثل؟ ما نمثل الايادي الاجنبية قلتها ونعاودها. احنا الايادي الاجنبية احنا مانيبيلي غير انتم اللي تحبوا الجزائر. داير انتم انتم جيتوا من المغرب وحكمتوا الجزائر انتم جزائريين. فخدمت رئيس الجمهورية كان الشعب هو اللي عطاه سيد رئيس الجمهورية. استنى فخامة جلالة وعلاش تغلي تبغى الناس تموت والكوربسيون السرقة يعودوا في الخارج وبالتيليكوموند هذه اللي تحبها انا السرقة والشعب الظالم. سعيد علي يحكم لفلان. سعيد علي يحكم لفلان. سعيد علي يحكم لفلان. شكون انت باش تهضر على سعيد علي؟ شاكوي كتروحوا. شكون انت باش تهضر عليه؟ انا مناضل مناضل حزب الحريه. انا يا نبكي على عبد الله رمضان. نبكي على عبد الله رمضان اللي جاب الاستقلال باش يحكموها الخونه اللي يقودوا في الحزب. ما تهضرش عليهم. ماشي حزب انتوما. عندكم ماشي حزب انتوما السلطه والولاء والولاء والولاء. ما تقدروش انتوما ما تقدروش تقولوا البوتليقي. كيف تفسر الشعب اغلبيه الشعب اللي راه وراء الحزب هذا؟ اودي حمد ربي كاين الصندوق العجيب. الصندوق العجيب راكو تربحوا. كيفاش اللي يحب لا فلان؟ والله واحد ما يحب لا فلان. وكيف خرج في لا فلان؟ باسكو المفروض انا ونسكن انايا في عين البيضاء ولايه ام البواقي. والله العظيم خرجنا صافيين ادينا 100% حزب جبهة التحرير الوطني في ولايه ام البواقي. نقول لك كوريا الشماليه. الشماليه 100% واش باغي انت من البلاد هذه؟ انا بغيت واش بغيت؟ انا بغيت الجزائر كل ولي الجزائريين. وعلى هذو السرقه هذه الجزائر مستوردين. هذو اللي حاكمين اليوم هذو مستوردين. دايور انا نبوزي كيكسيون. قول لي ريبوندي لي منين هو؟ شكون هو يحكم في الجزائر درك؟ شكون هو يحكم في الجزائر؟ الشعب هو اللي يحكم. شكون؟ الشعب هو اللي يحكم. لان الاراده الشعبيه اللي جابت بوتفليقه للحكم. بوتفليقه ما عندوش اللي فاكولتي مونتالي فيزيك. انت اللي جبتيه. انت اللي جبتيه. والله غير عيب عليكم. تطعن في الاراده الشعبيه. بلاد مليون ونص مليون شهيد كاين غير بوتفليقه. انت اللي انتخبته. هذا اللي دار له سيرتيفيكا ميديكال. يتحاسب. باسكو لا باسي فاكولتي. على بالك شكون هو يحكم؟ على بالك انتايا خوه لا ويحكم الجزائر. الجزائر ولات مملكة. الجزائر ولات لوكارشي. هذا كلام كنت انا اقولها ونتحمل المسؤولية. هل انت شيات ام طماع ام انت رجل مواطن عادي؟